أنا النهاردة عندي رسالة مهمة جدا لإخواتي المصريين من أسوان. أنا خايف جدا جدا إن المرض يبتدي يزداد زي ما حصل في الدول التانية. لو حصلت دي وهي متوقعة طبعا هيبقى في وفيات كتيرة، هنفقد أفراد من أصحابنا أمهاتنا أولادنا، دي حاجة محزنة جدا لو حصلت. علشان كده لازم نشتغل مع بعض دلوقتي عشان نمنع دي من إنها تكون معضلة ضخمة جدا. لازم نسمع من النصائح اللي جاية من الحكومة المصرية ومن الهيئة العالمية الصحة العالمية WHO، وبعدين من جامعات بيشتغلوا في هذا الموضوع. إن من المهم جدا إن إحنا نسمع النصائح دي من جهات معروفة مبنية على علم، لأن في إشاعات كتيرة جدا وأغلبها غلط. مصر بلد عريقة وبقالها آلاف السنين ومرت في محن كثيرة وطلعت بطريقة كويسة، وإن شاء الله ممكن إن احنا نتغلب على هذه المعضلة إذا اشتغلنا مع بعض. ودلوقتي أنا أطلب منكم وأرجوكم إنكم تقعدوا في البيت، وده مهم جدا لأنه هيمنع حالات جديدة إنها تحصل بسرعة، وتدي فرصة للعيانين اللي موجودين في المستشفيات والدكاترة والستاف إنهم يعالجوا المرضى دول. وأنا أرجوكم إنكم تفتكروا الحكاية دي لأنها مهمة جداً.